مقاطع الفيديو اللي بتجتاح السوشيال ميديا في الأيام الأخيرة دليل فعلي على إنه لا صوت يعلو فوق صوت غزة وألمها. والتضامن العالمي الشعبي بيزداد لدعم غزة والدعوة لوقف آلة القتل فيها من شتى أنحاء العالم. بطريقة غريبة ولطيفة وطريفة في نفس الوقت، قامت مظاهرة داعمة لغزة في ولاية تكساس الأمريكية على طريقة رعاة البقر أو كاوبوي اللي بتشتهر بيهم المدينة، وبمشاركة واسعة من سكان المدينة على اختلاف أصولهم وديانتهم، وحدتهم حاجة واحدة بس: الإنسانية. وطبعاً كان في تفاعل واضح على المظاهرة دي على مختلف منصات السوشيال ميديا. اخترنا لكم بعض التعليقات، زي كان داني كان كاتب وبيقول: يعني رعاة البقر لأجل فلسطين؟ سؤال. كمان كان في دانيال كان كاتب وبيقول: تخيل ماذا سيفعلون لو كانوا في موقع السلطة. أما محمد ناصر اعتبرها بداية نهاية بايدن وقال: طوفان الأقصى سيجرف بايدن في الانتخابات القادمة لا محالة.